كم دابا انا سميتي محمد با معروف، كنت في واحد الخيريه في تطوان مع انا اختي، وخرجت جيت نقلب على امي هنايا فكادير وما لقيتهاش. ودابا في هذه الايامات ديال الكورونا في الحجر الصحي كنت في واحد الجمعيه في تادرت، وجيت لهنا ومقلبش على دارنا، كنت في واحد الجمعيه في واحد 3 شهور وانا في هذيك الجمعيه ولا 6 شهور. ودابا انا وخرجت من هذيك الجمعيه في هذه الايامات ديال الحجر الصحي سهله، وانا نخرج من الجمعيه. دابا انا بغيت نرجع للخيريه في كنت في تطوان عند اختي مازال عندها 11 عام، وقال لي امي سميتها ملكه الادريسي كاينه هنا في اكادير، وقلبت عليها وما لقيتهاش. دابا انا باقي واحد هنا في تادرت، ما عرفت كي غندير باش نمشي نرجع للخيريه في كنت. واحد الجمعيه كنت واكل شارب مزيان، وليني دابا مني خرجوهم ما بقى عندي فين غنجلس. خاصني مشكله رجع للخيريه ديال تطوان، وانا باقي واحد دابا هنايا بشي مقاطعه ما بغاو يدير معايا والو، ما عندي حتى فين نعس، ما عندي فين ناكل وداكشي.